تصويتكم. ترى هذا الشيء صار وهو لسه ما رجع. طيب ايش اذا رجع ايش راح يصير؟ اوه الله يعينه، الله يعينه صراحه. بعد يعني انا انسان الحين انا في عمري هذا إيه؟ انا قاعد ادور الزواج عشان اسافر معها. انا متحمس للزواج عشان اسافر معها. تركها وتروح. لا وبعدين هذه زوجته هو يعرفها، يعني انت كيف جازفت انك سافرت بدونها وحتسوي كذا من وراك؟ إذا هو فعلا سافر، لأنه مكتوب أنه سافر وتركني وسويت كذا في التلفزيون والمحبة، بالتلفزيون لا له قاعدة ومرمي على كنبة، هذا أجل التلفزيون اللي ما يحبه وين يكون.